أعداد كبيرة من الإصابات بأمراض السرطان سجلت مؤخرا في محافظة ذي قار بعد محافظة البصرة، حيث باتت تسجل فيها أكثر من 900 إصابة سنويا يعانون من عدم الاهتمام الحكومي بهم. مرض السرطان انتشر في محافظة ذي قار انتشار النار بالهشيم. البناية قديمة، نقص أجهزة بيت إسكان، مفراس، نقص أجهزة كلش هواي. ويعاني مرضى السرطان في ذي قار من سوء المراكز المخصصة لعلاجهم ونقص الأسرة فيها، ناهيك عن نقص الأدوية. بس احنا عندنا نقص بالأسرة، نقص البناية مو حلوة ومو نظيفة، يعني شوية قديمة، حتى الحياطين مفطرة، يعني حتى هو مريض السرطان هو يراد لراحة نفسية، يعني حتى عندنا نقص بالتدفئة، تدفئة مركزية ماكو، نجي نرجف. نقص عندنا نقص فحوصات، هسه عندي انا فحص نسيجي، اذا يروح البغداد يعني شلعان قلب، تسع روح ورجع روح ورجع وكراومة. السلطات الحكومية في ذي قار تقر بتهالك أبنية مراكز علاج مرضى السرطان والنقص الكبير في الغرف والأسرات والمستلزمات الطبية اللازمة. الحقيقة المركز هنا هو غير لائق يعني بالمرضى وغير لائق بالأعداد وغير كافي للأعداد الموجودة حاليا. هناك إن شاء الله الدائرة، دائرة الصحة ذي قار جادة، والوزارة أيضا في بناء مركز لائق بالمرضى ولائق بالمحافظة. ولا توجد حتى اليوم حصيلة دقيقة لعدد المصابين بالسرطان في ذي قار وغيرها من المحافظات العراقية، وتقول إحصائيات وتقارير غير رسمية إنها أعلى بكثير مما تعلنه السلطات الحكومية.